ما هو تعريف الرسول والنبي وما الفرق بينهما؟ العلماء يقولون الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا تعريف مشهور ولكن فيه نظر لم يسلم من انتقاد، لأن التبليغ مطلوب من كل، حتى من العلماء ومن أتباع الأنبياء، التبليغ مطلوب ومأمور به. وأوضح فرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي يوحى إليه بشريعة، يوحى إليه بشريعة غير شريعة من قبله. أما النبي فهو الذي يتبع من قبله من الأنبياء، يحكم بشريعة نبي سابق، مثل أنبياء بني إسرائيل. كل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام كلهم يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفرق الواضح، أن الرسول يأتي بشريعة غير شريعة من قبله، يعني في العبادات والفروع وأنواع الحلال والحرام. أما النبي فإنه يحكم بشريعة نبي سابق عليه، وقد يوحى إليه ببعض الأحكام، لكن في الغالب وفي الجملة أنه على شريعة نبي سابق. نعم.